أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيث مور أوبين بطلب منها. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد النذير العرباوي. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر أكدت عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان. بداية، أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس عبد المجيد تبون على الاستقبال الذي خصني به للتطرق للعلاقات الثنائية القوية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة. تطرقنا لسبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. اللقاء شكل فرصة بالنسبة لي لأعرب للسيد الرئيس أن الولايات المتحدة جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار، خاصة ما تعلق بالكوارث التي خلفت آلاف الضحايا. تمنيت للسيد الرئيس رحلة مثمرة ومريحة إلى نيويورك في إطار مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان. إنه شرف كبير لعضوية هذه المجالس الأممية ومسؤولية في الوقت نفسه. وفي الأخير، تطرقنا أيضا للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين في الميدان الاقتصادي. أكدت للسيد الرئيس أن إطلاق رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة إلى نيويورك من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية، التبادل الاقتصادي والسياحة بين البلدين، كما سيقوي العلاقات الثقافية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بالأخص اللغة الإنجليزية. أشكر مرة أخرى السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال. سنواصل العمل بجدية من أجل الارتقاء بالعلاقات المهمة والراسخة التي تربط بلدينا. كما استقبل أمس رئيس الجمهورية أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري برئاسة السيد كمال مولا بطلب منهم. اللقاء شكل فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثمنوا القرارات الهامة التي اتخذها السيد الرئيس للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد. وحضر اللقاء الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد النذير العربي، وزير المالية السيد العزيز الفايد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانية السيد علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات السيد طيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش. رئيس مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولا كشف عقب استقباله وأعضاء مكتبه أنه تم خلال اللقاء عرض بعض انشغالات المتعاملين الاقتصاديين التي اتخذ السيد الرئيس قرارات مهمة بشأنها. السيد رئيس الجمهورية على هذا اللقاء، لقاء اللي كان جد وجد مهم، يعني وجاء بعد تقارير اللي يعطيناهم السيد رئيس الجمهورية. وهذا اللقاء كان مهم لأنه تكلمنا على يعني عدة مسائل، ومنها كذلك يعني المشاكل التي تتخبط فيها يعني المؤسسات. وسيد رئيس الجمهورية كان يعني اليوم حتى اليوم خضع قرارات يعني مهمة اللي رايحة تخفف على المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك لتحل مشاكلهم. اليوم يعني مجلس تجديد اقتصادي جزائري هو يعني يبقى دائما وأبدا في خدمة البلاد والاقتصاد والشعب. شكرا.
عبر طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. تشكل الجسر الجوي للتضامن والأخوة بين الجزائر وليبيا، حيث تصل تباعا إلى مطار العاصمة ليبيا طرابلس طائرات المساعدات الإنسانية التي قررت الجزائر بتوجيهات من رئيس الجمهورية إرسالها لإغاثة المتضررين جراء الإعصار. مفاد تلفزيون الجزائري لليبيا هشام سعدودي. حطت بنا الطائرة التابعة للقوات الجوية الجزائرية بمطار طرابلس الدولي. الاستقبال من إخوتنا الليبيين كان شديد الترحاب، وكأن وفادتنا قللت شيئا من المصاب والكارثة عليهم. بادرة جيدة من الشعب الجزائري لمؤازرة أخيه الشعب الليبي، ونشكر طبعا الحكومة الجزائرية على هذه البادرة. نحيي الشعب الجزائري، نحيي الحكومة الجزائرية على مساعدتها وعلى الفزعة نتاعها هذه. وصول 3 طائرات إلى أرض طرابلس نتيجة وشحنة فورا إلى المنطقة الشرقية، وصول أعضاء الحماية المدنية، وصول فرق البحث والإنقاذ بجميع التجهيزات. الحقيقة يعجز وصف الحدث. والله بالنسبة للشعب الجزائري شعب معروف وشعب عريق، طبعا استقبلناه استقبال رائع وفرحنا به. الشعب الوحيد لأول يعني ما هو اللي دعم الشعب الليبي، ما شاء الله 4 طائرات وما زال في طائرات ممكن نستقبلهم الليلة. من الجانب الرسمي، الوفد الجزائري كان في استقباله كل من وزير الشباب والرياضة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الليبية وسفير الجزائر بليبيا. نشكر الشعب الجزائري على وقفه معنا، وهذا مش بغريب على الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والقيادة الجزائرية، واللي نتمنى دائما أن هذا يزيد من تواصل شعبينا. يا سيد رئيس الجمهورية لم يتأخر في الاستجابة لإخوانه في ليبيا، ونعتقد بأن إن شاء الله هذه محنة وتزول وترجع ليبيا أكثر مما كانت. وليبيا كانت وستبقى إن شاء الله دوما منارة للخير وللوفاء. 4 طائرات وصلت المطار ليلة أمس محملة بمختلف المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من هذه الكارثة الجوية والمناخية، وفي انتظار وصول باقي الطائرات عبر الجسر الجوي الممدود من الجزائر إلى ليبيا. هذه الفرقة الطيران الدولية ستعمل بدون هوادة للمساهمة الفعالة لتقليل وطأة الفاجعة التي ألمت بشعبنا الشقيق في دولة ليبيا. وفد نخبة الحماية المدنية وبمقر إقامته بطرابلس تلقى زيارة مجاملة وشكر من نفر يمثل وزارة التربية الليبية وأساتذة البلد. نشكر شعب الجزائر اللي دائما واقف معنا، ونحن نمر في ليبيا بصفة عامة وفي دارنا بصفة خاصة بمصاب جلل. نسأل لهم الله السلامة ويرحم الله ويغفر للموتى. شكرا لشعب الجزائر، نشعر بعظيم الفضل والامتنان بعد الله سبحانه وتعالى لوقوفكم وحضوركم. نشكر الشعب الجزائري حكومة وشعبا، ونسأل الله السلامة لإخوتنا. الوفد الجزائري سيسافر إلى شرق ليبيا وتحديدا إلى مدينة درنا الأكثر تضررا ونكبة جراء عاصفة دانيال. هذا وقاربت حصيلة ضحايا العاصفة المتوسطية دانيال التي اجتاحت عددا من مدن شرق ليبيا 7800 هالك و10000 مفقود، فضلا عن أزيد من 30000 شخص أصبحوا دون مأوى، ما يعزز المخاوف من ارتفاع الحصيلة. صالحة قاسي. هكذا أضحت مدينة درنا الليبية، المدينة الأكثر تضرراً من الفيضانات العارمة التي سببها إعصار دانيال والذي خلف آلاف الهلكة والجرحى والمفقودين، ناهيك عن الخسائر المادية المعتبرة في المدن المجاورة، فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن تشريد ما لا يقل عن 30000 شخص. هذا قضاء الله وقدره،
ونبيدي والله بالنسبة لي ناجني البلاغ علي أختي وبناتها وإن شاء الله ربي يرحم الميت إن شاء الله وربي إن شاء الله يرجع المفقود. حصيلة الضحايا ضخمة وفي ارتفاع مستمر بسبب العدد الكبير للمفقودين، مما صعب على السلطات الليبية ضبط الحصيلة النهائية لعدد الضحايا، خاصة وأن فرق الإنقاذ والإسعاف تسابق الزمن للعثور على ناجين في أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها ليبيا. ما فيش حد في دارنا اليوم الا عنده عزيز او ابن او جار او مفقود او ضحيه في هذا الانهيار السد، ونتمنى من الجهات المعنيه الحكومه الليبيه والمنظمات الدوليه ان يكون في دعم. نصيب وقدر، هذا عزاء واحد، نحن خيوه ومسلمين، وجات فزعه من برا بالكامل من مساعد لعند راس جدير، كل حذر ونصيب، عزنا واحد لا احتراث في حكم الله وربي صبرهم. ليبيا التي تعيش تحت الصدمة وجهت نداء استغاثة وطلبت يد المساعدة الدولية لإغاثة مواطني مدنها المنكوبة، فجاءت الاستجابة سريعة من قبل دول عربية ودولية انطلاقا من مبدأ الإنسانية المشتركة. في التعاون تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني تناولت الوضع الراهن في منطقة الساحل. في هذا الصدد أبلغ عطاف نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجعة والتي لا تزال تتلقاها مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر، وجدد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل. كما كان الوضع والمتدهور في مالي في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مصاري الجزائر. وفي الأخير لفت تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط انتباه الوزيرين اللذين تبادلا الآراء والتحاليل بخصوص هذا الموضوع. تعاون دائما، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة. في هذا الإطار جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، معربا عن تطلعه في أن تكلل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو. تبعا للحركة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولات والولات المنتدبين أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد أمس على التنصيب الرسمي للولي الجديد لابن عباس جمال الدين حصحاص. وبالمناسبة دعا الراد إلى المضي بوتيرة متسارعة في تجسيد كل المشاريع التنموية التي استفادت منها هذه الولاية الفتية ودعمها بالقدرات البشرية والمادية، فضلا عن تعميم التنمية الاقتصادية الجوارية المنصفة لمختلف مناطقها. دوليا الآن، وفي ملف الصحراء الغربية، عبرت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية أول أمس عن قلقها إزاء انتهاك القانون الدولي الإنساني والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية المحتلة، داعية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف هذه الانتهاكات وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق بالمغرب، وفي آخر حصيلة له بلغ عدد الضحايا أزيد من 2900 قتيل و5000 جريح، في ظل التأخر الملموس في جهود البحث والإنقاذ. من العبديش. بعد مرور عدة أيام عن الزلزال الذي ضرب عديد المدن في المغرب، الوضع لم يتغير بل تعقد أكثر وأكثر. سكان المناطق المنكوبة باتوا يعيشون المعاناة بأقصى درجاتها. وأنا 5 أيام عادي من النهار تحتكش، وأنا جلسة على ظهري نسلك يحركوني، عافاكم أسقوني أسقوني، واش ما فيكم الرحمة؟ احنا ما عندناش حتى حد هنا في تارودانت، خاصة هما يجيو الناس، يجيو المغاربه حتى هما يتعاونوا معنا. تارودانت هي محتاجاكم، محتاجه حتى لهاد الضواحي ديال تارودانت، محتاجاكم. كاينين بزاف الموتى. الرساله ديالي للوزير العدل ما جاش كاع ما نتق ما جاش كاع لتارودانت باش يشوف اش كاين باش يعرف. ما سي با نورمال. عدم انتشال الجثث من تحت الأنقاض وانتشار رائحة الموت في كل مكان ضاعف من سخط من فجعوا بفقدان ذويهم، وجعل نداءات الاستغاثة تتصاعد. زلنا في حاجة إلى المساعدات، وخاصة يعني الأغطية والأفرشة والملابس وليبوش ديال الناس الكبار وديال الناس الصغار، لأنه هنا في لوبيتال المختار السوسي هناك حالات كارثية عيناها بعينينا ماشي قالوا لنا عليها، فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا، وكنتمنى من المحسن أنه يد يد المساعدة. محتاجين المساعدات، محتاجين فعلا، كاينين الناس اللي راهم كيمشيو يعني كيعاونوا مي فريمون سون كور بوزوان، محتاجين مازال المعاونه. كاينين الناس اللي باقيين تحت الارض، البهايم ديالهم اللي كيكوماسي وكيعطيو الريحه مالوغوزمون. تاخر عمليات الاغاثه والمساعده وشح الامكانات وضع ينبئ بحدوث ماساه انسانيه. في ملف الشرق الأوسط، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون في انفجار استهدف مسيرة لعشرات الشبان الفلسطينيين قرب الحدود مع الأراضي المحتلة شرقي غزة. المسيرة جاءت في عقاب تظاهرات فلسطينية تزامنت مع إحياء ذكرى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع سنة 2005 وذكرى التوقيع على اتفاقيات أوسلو مطلع التسعينيات. عودة إلى أخبار الوطن، ونختم نشرتنا من ولاية وهران، حيث افتتح مسبح ميلود هدفي بل فتح مسبح ميلود هدفي أبوابه أمام الأندية ومختلف الفئات العمرية من أجل توفير فضاء جديد لتحضيرات الأندية والجمعيات الرياضية. سليم هواري. بعد أن كان مسرحا لمختلف المنافسات المحلية والدولية في رياضة السباحة، ها هو مسبح ميلود هدفي يفتح أبوابه لتحضيرات الأندية في مختلف الرياضات المائية ورياضة السباحة على وجه الخصوص. شابة لا بيسين فيها كاع لي مويان دونترينمون، ولوبجيكتيف تاعي نكون شامبيون انتيغري ليكيب ناسيونال ونولي شامبيون دو موند. عجبتني لا بيسين بزاف وما شاء الله، نتمنى نكون عاود نعوم فيها وان شاء الله نكونوا دي شامبيون بلو تار. تم فتح أبواب المسبح الأولمبي لمدينة وهران لفائدة نوادي وجمعيات السباحة والتياترون، حيث تم توفير كل الإمكانيات لإنجاح وتطوير الرياضات المائية وخاصة السباحة. الخطوة استحسنها التقنيون والمشرفون على الأندية التي باشرت تحضيراتها بالمسبح عشية انطلاق الموسم الرياضي، توازيا والمواصفات العصرية التي شيد من خلالها هذا الصرح الرياضي. المركب راه على أحسن ما يرام، هو والطاقم تاعه حلونا كاع البيبان، وان شاء الله تكونوا نتمنوا هاد الفئه تاعنا البراءه تاعنا ان شاء الله تكون مع الابطال العالمي ان شاء الله. ميلود هادشي سان كومبلكس مانيفيك، بدات معايير دوليه، الاطفال راهم جد فرحانين، وصار لي موتيف كيجيو يشوفوا بلاصه شابه ومقيه، دونك يفون بلوس ديفور. راك تشوف حاجه جديده كما قال لك، فيستيار، الدوش، لي باسان جديد، نقاي الماء، الله يبارك. زعما ما عندنا ما نقولوا، زعما ما شاء الله، يا ربي يبارك ان شاء الله بربي كيما قال لك، وماذا بينا كيما قال لك يزيدوا منشآت ما خير من هكا ان شاء الله باذن الله، باش نوصلوا ان شاء الله ونطوروا السباحه تاعنا. النهوض بمستوى الرياضات المائيه بالاهتمام بالعمل القاعدي تعد الاهداف الاساسيه بعد فتح ابواب المركب المائي امام تلك الانديه. بهذا ناتي الى ختام النشره، نشكر لكم حسن المتابعه، نلقاكم في تمام التاسعه بحول الله، الى اللقاء.